السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد عادل من موقع بوابة السويس التعليمية. هنشرح في الفيديو دوت ازاي نقدر نعدل بيانات الموقع الجغرافي او البيانات الخاصة بالطفل، ما عدا طبعا بيانات الرقم القومي. طبعا عشان نقدر نعدل بيانات الطفل، حضرتك بتبدأ تسجل الرقم القومي اللي حضرتك سجلت بيه قبل كده من واقع شهادة الميلاد الخاصة بالطفل. حضرتك بتبدأ تكتب رقم القومي بتاع الطفل في الخانة ديت، وبعد كده بتبدأ تختار سنة الميلاد والشهر واليوم. لو البيانات صحيحة بيظهر لك كلمة تسجيل الدخول، بنضغط عليها بيبدأ يستعرض معايا حضرتك هنا البيانات اللي حضرتك دخلتها قبل كده على الموقع، كمثال رقم الاستمارة، الرقم القومي للطفل، النوع، محل الميلاد، تاريخ الميلاد، السن في أول أكتوبر، بيانات اسم الطفل نفسه، بيانات الوالد الوالدة، أرقام التليفونات، ومحل الإقامة أو العنوان. بعد كده بيظهر لنا بيان بالمنطقة السكنية اللي احنا اخترناها. هنا هيقول لك مثلا انت اخترت المنطقة السكنية كان اسمها الملك عبد الله، وعلى اساسها انت اخترت كان مدرسة اسمها مصطفى مشرفة، في الاختيار التاني اخترت مدرسة اسمها الشيخ خليفة بن زايد، وبعد كده ما اخترتش اي مدارس وطبعت استمرت على هذا الاساس. طيب احنا في الفيديو ده هيبقى عندنا جزئيتين هنشرحهم بالتفصيل. الجزئية الاولى ان انا محتاج اعدل البيانات الخاصة بالطفل المتقدم او ولي امر. بضغط هنا على كلمة تعديل بيانات الطفل المتقدم وولي امر، بمجرد الضغط عليها بيبدأ يفتح لنا المربعات اللي حضراتكم شايفينها ديت، وهي دي بس المربعات القابلة للتعديل، ولكن المربعات اللي فوق ديت غير قابلة للتعديل نهائيا، اللي هي بيبقى فيها الرقم القومي للطفل او تاريخ الميلاد. ومن هنا ببدأ أشوف أنا مثلا كتبت كلمة زيادة، كتبت كلمة ناقصة، كتبت اسم الطفل غلط، بقوم بتعديلها ومراجعتها، وبعد كده بقول له تحديث البيانات. بعد كلمة تحديث البيانات بلاقي إن اللي أنا عدلته ظهر قدامي. طب الجزء ده سهل جدا وما فيهوش اي مشكله. طب نيجي بقى للجزء التاني، وهو جزء تعديل المنطقه السكانيه او تعديل المنطقه السكنيه اللي حضرتك ساكن فيها. حضرتك دلوقتي جيت تقدم في مدرسه، او انت النطاق الجغرافي بتاعك جيت حضرتك اخترته ما لقيتش فيه المدرسه اللي حضرتك عاوزها او اللي حضرتك محتاجها، تمام؟ يبقى انا هحتاج ان انا اعمل حاجه اسمها تعديل للمنطقه السكانيه، ولكن يرجى توخي الحذر، حضرتك هتفقد جميع البيانات اللي انت سجلتها قبل كده، فلازم حضرتك تراعي بعد ما تختار المنطقه السكانيه او المنطقه السكنيه وتعمل تعديل ليها، لازم تختار مدارس تاني تحت، لازم تختار مدارس جديدة تحت في القائمة اللي موجودة تحت، اللي هي إعادة ترتيب البيانات الخاصة بالمدارس للطفل المتقدم. لأن حضرتك لو عملت تعديل للمنطقة السكانية وخرجت من البرنامج، أنت كده اتمسحت من عندي أصلا، فبالتالي حضرتك ما سجلتش عندي على البوابة، وبالتالي ملكش عندي رقم استمارة أقدر إن أنا أسجل لك بيها أي مدارس، أو إن أنا أوديك أي مدرسة حضرتك كنت محتاجها. فرجاء عند تعديل المنطقة السكنية لابد من استكمال باقي الخطوات واختيار المدرسة المراد التسكين إليها أو المراد الترشح إليها. باجي هنا أنا مثلا سي قلت أنا ساكن في مدينة الملك عبد الله، أنا غيرت نطاق سكني ورحت مثلا ترجمة
التوفيقية. رحت فين؟ توفيقية، ودوست على تعديل المنطقة السكنية. تلقائي كده حضرتك هتلاقيه كتب لك هنا ان انت المنطقة السكنية التي تم اختيارها هي التوفيقية. ولو نزلت حضرتك تحت بقى هتلاقي ان كل اللي انا كلمتك فيه قبل كده ان اختيارات المدرسة كلها اتحذفت، كل اختيارات المدارس اتحذفت بمجرد تعديل المنطقة السكنية. هتبدأ اختيارات المدارس تتمسح، هنبدأ نسجل مدارس من اول وجديد. كمثال ان التوفيقية ديت مربوطة مثلا على مدرسة احمد لطفي السيد الرسمية لغات، وطبعا معاك الحق اللي انت ممكن تختار اي مدرسة متميزة من نفس النطاق، او لو مش عاوز تختار مدارس متميزة خالص بتسيبها وبتعمل حفظ الترتيب الجديد. وده شيء مهم جدا، لابد من عمل حفظ الترتيب الجديد، وتنتظر حتى ظهور كلمة تمت الإضافة بصورة سليمة، وبعد كده حضرتك بتطبع الاستمارة. وزي ما قلنا في الفيديو السابق ان لازم تتأكد ان اسم المدرسة نزل من ضمن قائمة الاختيارات، لازم تتأكد حضرتك ان اسم المدرسة نزل من ضمن قائمة الاختيارات. لو ما نزلش من ضمن قائمة الاختيارات حضرتك خش تاني واعمل حفظ تاني وتعديل تاني. لو واجهتك اي مشكلة حضرتك ممكن تتواصل معايا على رقم الواتساب، واقدر اشوف مع حضرتك المشكلة ديت ايه اللي حصل فيها، او هو ليه مش راضي يحفظ لك البيانات بتاعتك. يبقى زي ما قلت لحضرتك يا جماعة ضروري جدا ان حضرتك تتأكد من موضوع ان المدرسة لازم تكون نزلت في قائمة الاختيارات. ولأي استفسارات اخرى رقم الواتس موجود على صفحة توجيه رياض الأطفال، حضرتك تقدر تتواصل معايا في أي وقت، وإن شاء الله نكون نقدر نحل المشكلة بتاعت حضرتك لو واجهتك أي مشكلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.